شي موجود دابا نتوما كيسحب لكم هادشي قليل. لا راه هادشي كاين جاري به العمل موجود. انا تواصلوا معايا شحال من مره، جوج ديال الطوموبيله اللي غدا بوحده جدا والله حتى بصح انا وحق الله وحق الله العظيم هادشي جاري به العمل ديال واش تقدري تربطيني عفطي عليا بطالون بوينتو. ناري شي باترونات كيتفرجوا فيا وكيجبدوا ليا شي دواصه. يا اون فوا قالت شي واحد قال لها صيفط ليا تصاور رجليك مسخين، ودابا تخيلي ماشي مقيين مسخين، شوفي الهيت ديال مخو اش قال ليه. يلا فا كومبروندر، راه كاينين بزاف بحال هكاك وحق الله. بعدا هادو اللي كيكون بحال هكا يقدر يعطيك الصالير ديالو كله، يقدر ينسمو على قبلك حيت فهمتي ليه التويشيه ديالو، فهمتي ليه الشتيف اللي باغاك تشتفي عليه. لي باج حاطين تي فيديو كتعاطى عادي جدا، صافي راه الانترنت درا كلشي كيتنسى. لي سادو مازو داكشي مجاد وكاين هادشي جاري به العمل، غير هو مساكن هاد الدراري كيكون عندهم هاد لو بلوكاج يل بوف با اون بارلي افيك لو، كيمشي يتزوج وهي ما خاصهاش تفهمو بان عنده هادشي، وكيخلي الصاحبه كيمشي كيدير شي سلاب واعره كتشتف على بوه مزيان، كتخليه غير باش يصرف شويه على دارو كدير ليه شي لاخر. واو هذاك اللي كيقول نجي نطيب لك وندير لك ميناج، هذاك الشيء كيوصلني ديما انا بعدا ديال بغيت نكون الكلب ديالك واصلاني شي 100 مره. شوفي نجي ونشقالك ندير لك اللي بغيتي، ديري بيا اللي عجبك. ودابا تخيلوا هادو اللي كيطيحوا في هادو اش كيديروا به، يا تخيلوا هادي اللي كتكون بليز لي اومون فو كاشي بون فو ماريون افيك دي في. جو ناريت با دو لو دير لا ماشي مرض، ما تحطيهمش في دون لو كادر د مرض، ماشي شي مرض، نو سي جوست الهيت ديالو هو هذاك. جو سي با بروبليم سيكولوجيك، ولكن هو الى مسا دابا بحال اللي كيقول لك كيبغي الرجلين مسخين، يلا اش غديري معاه كيبغيهم مسخين بحال اللي ما عندوش مشكل صباغه مقشره معفونه كتعجبو. كاين هاد النوع، كاين اللي كتعجبو ريحه الصنان ما كديرونجيهش، راه كاين العجب. اي 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 اما المشكله هي ملي كتكوني انت ما فهمت حتى وزف هادشي، بحال الواعر اللي كتكوني شحال وانت كتسناي، نقولوا يلاه شحال وانت كتسناي وتزوجتي، كيجي كيتلاح في الفراش كيقول لك في دو موا سكو تو فو جو سوي تا بوت. خويا غلطتي في المفاهيم، جو سوي تا بوت نوض قعد نوض نوض. واش البنات عمركم وقعت لكم هاد الصدمه ديال كيجي كيتجبد كيقول لك في دو موا سكو تو فو شو تا بوت؟ ويلي شنو هو بدل الادوار. تامر صابغي موند ويلي انا وياك راه خصنا نديرو شي لايف على هادشي، راه ما نساليهوش كتغسل الماعن، كاين اختي لا ماشين ديال الماعن كنخليها ماشي مشكل. داكشي كيجي من اول علاقه كيفاش كنتو معاه. وحق الله العظيم واش عمركم وقع لكم هادشي كي داير لك واش تخاف هادشي كي سو سوار بيان ويلي على بيان، تخيلي وانتي عواله باغا تتقلبين وتتمرمدين. ايوا سو انت كيصدمك لا كاين هادشي. لا واش دابا عشتو ولا ما عشتوهاش؟ واش عشتوها ولا ما عشتوهاش؟ البنات قولوا الحقيقه ناري. اما داك النوع اللي كيسحب لك انت يلاه غتبداي تعيشي البوسان وما كيعرفش يبوس،
عرفتوا الدراري بدا غير البوسان خاصكم فيه اون فورماسيون وحق الله العظيم. كتبغي تقولي لي المهم فين غادي فين غادي الحلاقم ماشي ديال البوسان الحلاقم ما عندكش اش تقرب لهم الله يعطيك السر. نو حلاقمي نو ميرسي بقى هنا عبد الله عثمان ابدا عثمان ناري البنات لي ما كيعرفوا شي بوسو ناري بدا بن ديبار هاد المشكل ديال لي ما كيعرفش بوس تما ديروا يوتيوب تعلموا شنو هو البوسان حتى فرنش كيسر عنده القواعد ديالو. نعاود نقول لكم الدراري الحلاقم ما كنوصلوش ليهم نو ما عندك ما دير باللي غاليغ لا غاليغي ما عندك ما دير بهم ما كيصلب سوني با اكسيتون ما كيحسوناش بشي حاجه كتجينا غير الترويعات وتبويعه وحق الله العظيم دابا شروط الزواج نيت كتجوج كتعرف تبوس بعدا وهاد الدراري ما محسنينش كيخلي لك وجهك كله محرود تي خاسر على وجهك ليك خيم وخاسر على وجهك ليك سوا عروسه فرحانه كيحرد لك الوجه عليك وعلى خرقه ديال شي طيابه مسمومه كيخلي لك لي بلاك اقسم بالله تفيت عيشاها بالله العلي العظيم وجهك هو بالليل كيكوز كينعس وانت وجهك شاعله فيه العافيه نوضي تقلبي على لا لويفي غدهنها لوجهك وحق الله العظيم ويلي دراري لا تتوك اباوت هذا الموضوع هذا اللي انا ما فهمتش لا غالي غلا يوتيوب فريش كيس وتخيل انك دريه واش انت دريه غتبغي شي حد يوصل لك لحلاقمك راه ماشي نفس المفهوم من الفوق مع راه ماشي نفس المفهوم داكو ماشي نفس المفهوم بوس الا جربتي فوق الخطوبه شتي البوسه ما هياش مجلخه ومريقه وملغلغه وصل للغاليغ عرفي بنت خالتي غتمرمدي في المسائل كي دار لك البوسه كي غيدير لك ما غيفهمش في الحدود ما غيفهمش الجي بي اس غيكون ما خدامش مزيان فهمتي كارثه كسيده غتوقع فيك كسيده الله يحفظكم انا بدات نايف خاصني السلام يا زين يس اوف كورس ثانك يو فيري ماتش بات لها واحد الكاسرونه يديها كتلعب قالت لي انا غادي نصب حيت هي هزه معاها الماتيريال ديال الشمعدان ويتك 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 ثانك يو سو ماتش سويلي ما انت راكي موسوعه ودابا غير قولوا لينا ثانك يو سو ماتش وات دو يو بريفير فور تونايت سالمون اور تشيكن Okay. صب لها شي وزوينه نفرحوا بها جيسي جيسي avec une meuf du bled c'était un lave vaisselle sa bouche dis-nous pour les hommes qui aiment les parties qui ne sont pas autorisées بعدا يمكن 90% ديال لي ماك يلزم لي بارتي كي لي با اوتوريزي واتحداكم ثم اتحداكم ان هاد لو شيفر اللي قلت راه هو اللي كاين La majorité des mecs adorent la partie qui n'est pas autorisée. للأسف. للأسف. واحد 10% اللي ما عند اللي كيقول لك نو سام ديغوت. أما ما المسائل كلشي كيموت على لا partie qui n'est pas autorisée. يكون كيصلي يكون داير الحياة يكون كيف ما بغى يكون كتوصل غير لديك تما يقول لك با باغي لا لا راه ما قصدوش بها خارج نطاق الزواج اللي ماشي اوتوريزي ديك لا partie هاي 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 إلا ما كاش كاع والله نو لي في دابا البنات قولوا الحقيقه ديت لا فيغيتي
que la majorité des mecs adorent la partie qui n'est pas autorisée. Oui.